ما حكم الشرع في نظركم في زواج المتعة، وهل له شروط؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم. زواج المتعة كان مباحا ثم حرم، وهو أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، بأن يقول تزوجتها لمدة شهر أو تزوجتها لمدة سنة أو ما أشبه ذلك، وهو عقد باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرمه وقال إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أن تحريمه باق ومستمر وأنه لا يمكن نسخه، إذ لا يمكن أن يرد نسخ للتحريم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام إلى يوم القيامة، لأنه لو ورد نسخ لهذا التحريم بالإباحة لزم منه كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محال. وعلى هذا فمن تزوج نكاح متعة فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية النكاح المؤبد إن كان راغبا لهذه المرأة، ولكن لا بد أن يستبرئها قبل العقد عليها، إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال، فإنه لا حاجة إلى استبرائها، ولكن يجب عليه إعادة العقد. أما إذا لم يكن له رغبة فيها فإن الواجب عليه إطلاق سراحها، لأن نكاح المتعة محرم لا يجوز الإقرار عليه. شكر الله.